محاضرتنا راح نتعرف على الليفر فاكشن، على وظائف الكبد. أخذنا بالمحاضرات السابقة أخذنا المركبات النيتروجينية الغير بروتينية، عرفنا اليوريا من ضمنها، وأخذنا الكرياتين والكرياتينين، وأخذنا اليوريك أسيد والأمونيا. بس الأمونيا ما راح نتطرق للأمونيا. أخذنا من ضمن المركبات النيتروجينية الغير بروتينية مركبين، قلنا هذين المركبين نستخدمهم للدلالة على وظائف الكدني اللي هي وظائف الكلى، منها يا اليوريا والكرياتينين. أحسنتي زهرة، اليوريا والكرياتينين. أخذنا اليوريا وتعرفنا على اليوريا، قلنا اليوريا هي تكون فضلات، ناتج فضلات من إيش؟ يلا ضغطوا على الريس هاند، ضغطوا على الريس هاند. ناتج فضلات من الأحماض الأمينية دكتورة؟ راسم دكتور شو شنو؟ السؤال؟ نعم دكتورة. راسم أحسن، قال ناتج فضلات من الأحماض الأمينية اللي هي البروتينات، لأن البروتينات تتكون منين؟ تتكون من الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية شو يصير بيها حتى تتكون لليوريا؟ يلا ضغطوا على الريس هاند. يلا أحمد ستار، تفضل أحمد. ستحصل تكسر للأحماض الأمينية وينتج من أحسنت خلالها اليوريا. أحسنت، يصير تكسر للأحماض الأمينية، يصير دي أمينيشن، إزالة لمجموعة الأمين، تتكون لي الأمونيا، وبعدين من الأمونيا تتكون لي اليوريا. زين دكتورة أحسن، تفضل. الولد الاستضافة جاي يدزون طلب ما توفينا عليه. حيدر مو ما أعرف هذا الرابط ومغيرينه، فما قاعد توصلني، فقاعد حتى يصير خربطة. تدري أنا كل ساعة أخرج من عنده الرابط، انا اقول له ما يصير. إي ما يصير، لأن ما قاعد تجيني، ما قاعد تجيني الطلبات يلا مالتهم. ماشي، شكرا دكتور. قلنا مثل ما قال أحمد إنه تصير تكسر بالأحماض الأمينية وإزالة الأمين، تتكون لي اليوريا. هاي اليوريا تخرج خارج الجسم عن طريق شنو؟ تخرج عن طريق أي سائل؟ يلا ضغطوا على عن طريق الإنسان. البول. الإدرار، أحسنت، بس أحسنتي، عن طريق الإدرار. بس أول واحد منو جاوب؟ على مود أشوف أسماءكم. بنين جاوبت، بعد مين جاوب أول واحد؟ أعتقد راسم. تمام، ليش تقولكم ضغطوا على الريس هاند؟ أنا مود أشوف مين اللي يجاوب. نعم أحسنتي دكتور، أنا بنين جاوب. أو راسم، أحسنتم. اللي هي تخرج عن طريق اليورين، عن طريق الإدرار. قلنا نسوي اختبار اليوريا ونشوف كفاءة الكليتين. ايش نحتاج بالاختبار اليوريا؟ السامبل منين ناخذها؟ وش نحتاج؟ ناخذ مين يشرح الطريقة؟ غير أحمد، بس أحمد خلي يضغطون على الريس هاد. أنا مود أيوه أقومهم. نورة، تفضلي نورة. ست نحتاج لاختبار 3 انبوبات، البلان والتيست وال وال الستاندرد والستاندرد. نحتاج محلول قياسي ومحلول عمل ومصر، ونضيف كل واحد منهم المحلول العمل نضيف ألف ب3 يوتيوبات، والمحلول القياسي نضيف بالستاند هذا هم 10، وبالمصل نضيف 10 بالتيست الاختبار، وبعدين نحط بيدينا حتى يتفاعلن، وبعدين نحط بالسنترفيوج. احسنتي، نوفر لهم، احسنتي، نوفر لهم ظروف ملائمه اللي هي تكون حراره، بس درجه الحراره تكون مو عاليه، يا اما بحراره اليد او نخليهم بالووتر باث حتى نسهل من عمليه الاختبار.
تفاعل. بعدين ناخذ هذا السامبلات اللي عندنا، اللي هو ناخذ الثلاثه تيوبات. هل هين بالجهاز على طول؟ احسن شيء منار، يلا تفضلي نخليهم بالجهاز. شو نسوي اول شيء منار؟ اول شيء نخلي البلانك سيت، نغسل القنينه مات لبنان، ونخلي بيها عمود نصفر الجهاز. احسنتي، نصفر الجهاز، نخلي البلانك بالانكوبيتر، نثبته على طول الموجي، ونخلي السائل سائل. احسنتي، نصفر ونخلي الطول الموجي حسب الكيس اللي موجود بالبروسيجر، حتى طريقة العمل المحاليل. يلا عباس كمل. قالت منار نخلي نصفر، نضبط الطول الموجي على 510، نصفر الدور، نخلي الستاندر، نرجع العتلة عتي، نخلي الستاندر، ناخذ القراءة الأولى ورا 30 ثانية من نخليه، والدور ورا دقيقتين هم ناخذ القراءة الثانية. نوخر ستة الكرياتين. هاي الكرياتينين. اي خلوه بس لحظة. شنو التحليل هو؟ اليور يا عباس. ماسك العفو. تكمل؟ يلا بنين كملي. راح نضبط الطول الموجي على 580، بعدين نصفر من خلال البلانك، وبعدين ناخذ العينة الستاندر نحطها بالجهاز المطياف الضوئي، الجهاز السنتر فيوج، وناخذ القراءة مالتها، وبعدين نجيب المصل نحطه بجهاز السنتر فيوج ناخذ قراءته، ونكتب المعادلة سي تساوي لنا اي تي على اي اس تي في سي، ويكون التركيز تركيز المحلول القياسي 40. من طلعنا التيست وطلعنا الستاندر، راح نقسم التيست على الستاندر في تركيز المحلول القياسي ونطلع النتيجة. احسنتي بنين، بس الجهاز مو اسمه سنترفيوج، اسمه سبكتروفوتوميتر. بعدين التقرير، كمل التقرير، يحتوي على الاسم والجنس والعمر والتاريخ. احسنتي، نكتب الروبوت والقيمة الطبيعية من 14 إلى 40 ملغرام. غيرك بنين، غيرك، أريد البقية يشاركون. غيركم؟ نعم. غير عباس، غير أحمد. الستة كمل. غير منار. بقية، إيش قد القيمة الطبيعية لليوريا؟ زينب حسن. شو رأي أجاوب؟ القيمة الطبيعية. القيمة الطبيعية لليوريا بمصل الدم من 14 إلى 40 ملغرام لكل 100 من مصل الدم. أحسنتي، هذه هي القيمة الطبيعية، تكون من 14 إلى 40. دائما طلاب طريقة العمل تكون حسب الكيت، يعني مرات يجي بالكيت أكو اختلافات بالمحاليل اللي موجودة، فكل يعني كل اختبار يكون حسب الشركة اللي مصنعته. ماشي؟ حتى الفيديوهات اللي أنا دزيت لكم إياهن أكو بالكيت، هي أنواع من الكيتات، كل منو حسب الشركة مالته أكو اختلاف يكون بالمحاليل. مرات يستخدمون فقط محلول العمل واحد اللي هو الوركينج، يستخدمون أكثر من محلول اللي هو R1 و R2، مثل ما توضح لكم بالفحص الكرياتينين إنه هو ما استخدم فقط الوركينج محلول واحد، وانما الفيديو اللي دزيت لكم اياه انما يستخدم محلولين. هذا هو اختبار اليوريا، اتعرفنا على اختبار اليوريا. قلنا اليوريا نسويه من الشخص يكون نريد نقيس كفاءة الكرياتين. ازين، الامراض اللي دائما يعني شائعة والطبيب اللي يطلب فحص اليوريا الها، شنو هي الامراض اللي تصيب الكلية؟ شنو هي الاسماء؟ بس لحظة، ضغطوا على ريثان، يلا ضغطوا على ريثان، غيركم سجا، يلا سجا تفضلي. مرض النقرس الذي يرتفع به نسبة اليوريا. لا سجا، يوم مرض النقرس اليوريك أسيد، التهابات الكلية. دكتورة دكتورة حصل كله. يلا أحمد، بس أنا أريد البقية، يعني أنا أعرف مريد البقية يشاركون.
يلا تفضل أحمد. دكتورة أولا تكمل أنا. يلا أحمد كمل. شنو اسم الأمراض؟ دكتورة، أبرز المرض الذي يعاني منه أغلب الأشخاص هو حصى الكلى والتهابات الكلية أو التهابات المثانة البولية. أحسنت. التهابات الكلى اللي هو التهاب الكلى المزمن، الحاد، التهاب الكلى الكيسي، تضخم البروستات، الحصى اللي تصيب بالكلى، هي هاي أمراض اللي تكون شائعة بالكلى. تفضل حبيبتي. سؤال، وانسداد المسالك البولية هم يعتبر من الأمراض؟ أيضا يعتبر انسداد جفاف. المسالك. أحسنتي، أيضا يعتبر من أمراض الكلى. كل مرض يأثر، يعني الكلى وظيفتها تتأثر، يعني تكون ما تقوم بالصورة الصحيحة تؤدي مهامها، هو نقول عليه هاي أمراض الكلى اللي صرفا نلجأ إلى فحص اليوريا. لكن هذا فحص اليوريا ما يكون هو السبيسيفيك، أو ما ينطينا النتيجة 100% إنه هذا الشخص مصاب بهكذا أمراض، إنما نحتاج ويا فحص ثاني. الفحص الثاني اللي نجريه، يلا غيركم شنو الفحص الثاني، شنو اسمه؟ دكتورة جواب. غيركم؟ شفاء. يلا شفاء صدام دكتورة فحص الكرياتينين. أحسنتي، فحص الكرياتينين مثل ما قالت زميلتكم نحتاج إلى فحص ثاني اللي هو فحص الكرياتينين. ليش نلجأ إلى فحص الكرياتينين؟ ليش ما هو فقط فحص اليوريا وهو يغني عن الكرياتين؟ ليش نلجأ؟ ليش نلجأ لفحص الكرياتينين؟ خلونا نبقى فقط على فحص اليوريا. شنو السبب؟ آلاء عباس، يلا آلاء عباس تفضلي. نعم دكتورة، فحص اليوريا أو اليوريا يكون امتصاصها جزئي. أحسنتي آلاء، لأن الفحص الامتصاص من أثناء عملية الترشيح داخل الأنابيب الكلوية يصير الترشيح جزئي، فنحتاج إلى الكرياتينين حتى من يصير الترشيح كامل بصورة كاملة فتعطينا النتيجة اللي تكون مضبوطة. مضبوطة. أحسنتي، فالكرياتينين هسه نجي ناخذ فحص الكرياتينين اللي يشتغلنا التيست مالته. فحص الكرياتينين منين يتكون؟ ما هو أصله؟ مين يتكون؟ ست من أجاو؟ منو أنتي؟ لا خل أشوف منو؟ البقية. لا غيركم. يلا البقية موجودين بالنيت. يلا إذا نايمين أصحوا، يلا صحصحوا ويانا. نعم سيد. حيدر نعم سيد. محمد، يلا حيدر محمد اتفضل. نعم دكتور سيد، بس اتفضل. عندنا طالب اسمه جعفر صالح ما جاي يدخل الميت. أي طلاب الاستضافة، مو قلت لكم الرابط متغير فما أعرف شنو الخلل، فما قاعد يجيني إشعار، حتى امتداده قاعد يتغير، يعني هسه امتداد الرابط عندي يتغير فما أعرف شنو يعني المشكلة ما فما يدخل؟ تجيني. أي ما أقدر، طلاب الاستضافة ما أقدر أوافق لهم. أوكي شكرا. نسحب دم من المريض نحطه بجهاز طرد المركزي حتى نحصل على مصل الدم مال المريض. من حصل حيدر، على نعم حيدر لحظة، سؤالي كان أصل إيه؟ الكرياتينين شنو الأصل مالته؟ منين يتكون؟ ما أريد أقول لك سوي لي التيست مالت الكرياتينين واشرح لي الطريقة، لا، شنو أصله؟ منين ستواصل يتكون؟ من الكبد، أحماض أمينية، لا، منين أصله؟ بعد نجاوب؟ لا أنا جبتكم جانب اختاريت من عندكم بس أريد بعد. لا ترى هو زينب حسن مزهر، يلا زينب ست حسن مركبات مزهر. نيتروجينية. إيه صحيح، هي كلهن ذني مركبات نيتروجينية غير بروتينية، لكن أصل الكرياتينين هسه إحنا قلنا اليوريا مثل ما زملائكم قالوا أصلها أحماض أمينية اللي هي بروتينات، وبعدين تصير بيها عملية دي أمينيشن تطيني أمونيا، ودور الأمونيا تطيني يوريا. الكرياتينين أصلا مين أصل الكرياتينين؟ كرياتينين مين أصلا؟ مين يتكون؟
نتيجة شنو يتكون؟ دكتورة يتكون من حرف مينيا؟ سارة عدنان. يلا سارة شنو قلتي؟ يتكون من دكتورة جاوب؟ أحمض أمينية. لا مو أحمض أمينية، لا خطأ سارة. دكتورة جاوب؟ حسين ليش ما تضغط على الإسهام حتى أشوف اسمك؟ يلا حسين تفضل. ستي تكون من ثلاث أحماض أمينية، هي الأجنين والكلاسين والميثيونين. خطأ. الكرياتينين. إيه؟ يتكون داخل الكبد والبنكرياس. عبد الله يلا عبد الله تفضل. عبد الله تفضل. نعم ست. يلا عبد الله. مين يتكون الكرياتينين؟ عبد الله علي. عبد الله مين يتكون الكرياتينين؟ ست هو أحماض أمينية غير. ست أجاوب؟ ست خلينا نجاوب. أجاوب ست؟ اللي يقول لي أجاوب راح أنطي. لا مو أنتوا ضاغطين عرض، أنا أريد البقية يشاركون، أنتوا أعرفكم يعني مشاركين. حتى نصير البقية. ما جاوبت. حتى نطيع مجال البقية. خل أشوفكم ضغطوا على. يلا بتول فضل بتول. دكتور يعتبر من الفضلات المشتقة من الكرياتين. أحسنتي. الكرياتينين من أصله من الكرياتين. الكرياتين من يتكون؟ يلا مساعد جاوب حيدر ما أعرف. حسين جاوب من يتكون؟ حسين قلت الكرياتين من يتكون؟ الكرياتين ستاني حسين قلت انت الكرياتين من يتكون؟ هو من ثلاث احماض امينيه قلنا الاجنين قلت لي خطا انه قلت لك من الكبد والبنكرياس اي مو حسين ايش قلت الكرياتينين من يتكون؟ الكرياتينين يتكون من فضلات الكرياتين. الكرياتين من يتكون؟ هاي الاحماض اللي قلتها هي تتكون الكرياتين مو تكون الكرياتينين. هاي اختلفن يعني اي يختلفن. هو الكرياتين يتكون ويتكون من ذني ثلاث احماض امينيه، وبعدين الفضلات مالته بالنهايه راح تكون لي كرياتينين. اهم شيء الفكره زين. المهم الفكره زين. هذا الكرياتينين يطرح خارج الجسم عن طريق رسائل ادرار. دان أصيحة ماكم اللي يضغط على بيسانت وأدلهم عن طريق الإدراك، يخرج عن طريق الإدراك. لذلك بالتيست مات الكرياتينين حتى باليوريا ممكن السامبل مالتي كت آخر، السامبل مالتي راح مو أحتاج بلاد والبلاد أفصله وأخذ السيرم، لا أحتاج إنه أطلب من الشخص المصاب البيشنت أطلب منه يورين إدرار. فالكت اللي اشتغلناه الخميس انه هذا الكت وبمعادلتين، اذا شفتوا الجروبات اللي بالبداية صار عندنا التباس واستخدمنا المعادلة اللي هي نضرب في الخمسين، فاللي نضرب بالخمسين المعادلة هي هاي اليوريا. السامبل اللي راح اخذه من البيشن راح اخذ اليورين مالته الإدرار، ما راح اخذ من عنده البلاد. ماشي. لذلك طلعت لنا شويه الارقام، مو شويه هواي طلعت لنا الارقام، واللي الطريقه اللي انتبه عليها زميلكم عباس انتبه عليها. يلا عباس اشرح لنا طريقه الكرياتينين. عباس علي. نعم ست. نعم ست. ناخذ ثلاث تيوبات نخلي بهن ثلاثه الف من الستاندر. أحسن. أول واحد بلانك الستاندر والتيوب الثالث تيست. بالتيوب الثاني مال الستاندر نخلي 110 مل من المحلول القياسي، وناخذ من العينة همية نخلي بالتيوب الثالث مال التيست. نصفر بالتيوب الأول البلانك. أحسن. ونضبط طول الموجة على 510، والدور نخلي الستاندر ناخذ قراءتين. أحسن. القراءة الأولى بعد 30 ثانية من نخلي
والقراءة الثانية ورا دقيقتين من القراءة الأولى. والدور نخلي نشيل ستاندر ونخلي البلانك، نخلي التيست العينة، همين ناخذ القراءة الأولى ورا 30 ثانية، والقراءة الثانية ورا دقيقتين من القراءة الأولى، ونطبق المعادلة، هي شو اسمه الدلتا تي على الدلتا اس تي، ونطلع الناتج في 2. أحسنت. في 2 اللي هو التركيز اللي موجود، شان تركيز على الستاندر المقدار هو القياسي. 2. أحسنت. ونطلع الريزلت، بعدين نكتب الريبورت وناخذ فقط الريزلت ونقدم هذا الريبورت للطبيب. تمام؟ احنا يوم الأربعاء أخذنا الستاندر قراءة واحدة، مو قراءتين. اي حبيبتي اللي صار مو قراءتين. مو حبيبتي شوفي صار اكو فد يعني هي مو الكتات تختلف، فصارت اكو اختلاف بالكت، فهو ايش تاخذين قراءتين بهذا الكت اللي استخدمناه، لازم ناخذ الستاندر مو فقط قراءة واحدة، لا ناخذ قراءتين بالاضافة للتيست، راح ناخذ ايضا قراءتين، يعني ستاندر مو قراءة واحدة، لا ناخذ قراءتين حسب هذا الكت قراءتين، فصار اكو فد التباس بالاختبار. اليوم راح نجي ناخذ محاضرتنا نتعرف على الليفر فاكشن تيست، على وظائف الكبد. مين يقول لي الكبد شنو هو الكبد؟ شنو نقصد به الكبد؟ مين يعرف الكبد شنو؟ بنين عزيز. اجاوبت اجاوبت دكتور. بنين عزيز. لا بنين عزيز، يلا بنين تفضلي. ست الكبد عضو عضلي يقوم شنو هو الكبد؟ شنو وظائفه بالجسم؟ هيك فد معلومات عامة. أحمد ستار يلا أحمد دكتورة الكبد. نعم دكتورة. دكتور الكبد هو عبارة عن عضو، هو عبارة عن عضو مثل هو عبارة عن عضو يعتبر كبير أكبر أعضاء نسبيا، له عدة وظائف ومنها تخليق المادة الصفراء التي تعمل على هضم الدهون وتخزين الكربوهيدرات، ويخزن داخله الكربوهيدرات بالإضافة للخزن الكربوهيدرات، يخزن الفيتامينات، يعزز الجهاز المناعي، هذا هو الكبد. والكبد دكتورة مو لا يلعب دور في عوامل التخثر وكذلك في إنتاج كريات الدم الحمراء. أحسنتي منار، أحسنتي، يلعب دور بعملية التخثر، التخثر وإنتاج كريات الدم الحمراء. أحسنتي. وبعد من وظائفه ست وإزالة السموم. أحسنتي. بعد ايش فيه هو يعتبر؟ أحسنتي. يعتبر أيضا يعتبر هو كأكبر أعضاء الجسم، وبعد عنده ميزة يتميز بها الكبد. ايش فيه هذا الكبد الميزة اللي يتميز بها؟ ست هضم الشحوم، يقوم بهضم الشحوم. وبعد دكتور له قابلية على التجدد. أحسنت أحمد، له قابلية على التجديد، يمتاز، إن هذا الكبد يقدر يجدد نفسه. أحسنتم. فراح نجي ناخذ الليفر فاكشن، من أريد نقيس أو نريد نتعرف على الليفر فاكشن نلجأ إلى 3 خيارات، اللي هو نقيس إنزيمات، نشوف إنزيمات الليفر، ونقيس الألبومين بروتينات الألبومين اللي موجودة بالليفر، وأيضا البيليروبين. البيليروبين اللي هو شي يكون هذا البيليروبين؟ ينتج من عملية تكثير كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء بعد 120 يوم، بعد دورة حياتها اللي 120 يوم من تتكسر، طبعا لازم شنو من تتكسر؟ تروح إلى مكان حتى تطرح خارج الجسم، فهي وين تروح؟ تروح للكبد، تكون مادة اسمها مادة البيليروبين، اللي إن شاء الله المحاضرة الجاية راح نشرح البيليروبين. اليوم محاضرتنا فراح نجي ناخذ
الانزيمات في الاختبارات راح نصنفها، راح نصنف الاختبارات. فاحنا قلنا حتى اعرف وظيفة الليفر ألجأ الى انه اقيس انزيماته، الانزيم مالت الليفر والالبومين، بروتين الالبومين وايضا البيليروبين. راح نقسمها الى اختبارات اذا اريد اشوف الدمج اللي يحدث بالليفر، يعني يصير دمج معناها تلف او ضرر يصير بالكبد. فشن هي التيست الالجأ الى الاختبارات؟ الجأ الى انزيمات، الجأ الى انزيمات اللي هو انزيم الجوت والجي بي تي اللي معناه جلوتامين، الاو الجي او تي معناها جلوتامين اوكزالو اسيد ترانس امين، وايضا عندنا جلوتاميك بايروفيك ترانس امين اللي هي تكون مسؤوله تنقل لي الامينات. هذه الانزيمات من اريد الجا اقيسها حتى اشوف شنو كفاءه الكبد، اشوف الامراض اللي تحدث للكبد، شنو هي امراض الامراض اللي تحدث بالكبد، صار شنو من مرض بالكبد. ايضا من خلالها ممكن اعرف مدى استجابه الكبد للانتيبايتيك اللي انطيه، العلاج، اشوف هذا العلاج اللي راح انطيه هل هو هذا العلاج يكون توكسيك سام للليفر، او هذا العلاج يعطيني سايد افكت، يعطيني تاثيرات جانبيه للليفر. فمن خلالها من اشوف ذني نسوي الاختبارات الهذني الانزيميه، من خلالها راح اعرف شنو الضرر اللي يحدث. ايضا تصير هذه يعني الضرر اللي يحدث ممكن يكون عن طريق اكو فد امراض، امراض تصير بالكبد. شنو هي هاي الامراض اللي تحدث للكبد؟ مثلا يصير مرض بالكبد اللي هو مرض تشمع تليف الكبد. احسنتي، تشمع او تليف الكبد، او عن طريق منه التهاب الكبد الفيروسي، يعني فيروس الهيباتيتس يدخل للجسم، هذا الفيروس راح يأثر على وظيفة الكبد. فهذه من خلالها هذه الاختبارات، نجري هاي الاختبارات من خلالها نقدر نحدد شنو نوع الدمج اللي يحدث للشخص. بالعادة التشمع اللي يصير للشخص هو يكون نتيجة انه الشخص يتناول كحول، من يتناول كحول راح يصير عنده سيرويسيس اللي هو التشمع، او التلف الفايبروسيس يصير عنده فايبروسيس. دكتورة، وإذا تناول العلاج بكميات كلش يعني كلش هو بدون استشارة الطبيب، هم سبب التشمع؟ أحسنتي. أيضا إذا العلاج يكون الدوز مالته كميات تكون كبيرة أو يكون راندم يستخدمها بصورة عشوائية، أيضا ممكن تأثر على الكبد. ست والمدخنين همات يعني يصيبها تليف بالكبد؟ تفضل حبيبتي. ست عادي اقدر اطلع من الميت لان صار عندي ظرف؟ عادي حبيبتي نورة، على راحتك. شكرا ست. هلا بسمك. ست والمدخنين همات يعني سرعتهم تليف؟ هم سرعتهم تليف بس بالعاده يكون التأثير مالتهم على الكليتين، يصير عندهم الرئتين العفو بالرئات مالتهم، يصير لون الرئات مالتهم تكون بلون اسود نتيجه الدخان اللي يتناولونه اللي يحوي على ماده يعني يحوي على مواد كيميائيه. دائما النسبة الموجودة من هاي الانزيمات تكون مستواها منخفض، الشخص الطبيعي راح يكون منخفض. لكن هاي شو وقت الانزيمات مستواها من اجي اسوي للشخص؟ من يكون عنده فد مرض معين اللي هي هاي الامراض اللي ذكرناها، راح نلاقي الشخص هذه الانزيمات تكون مرتفعة. من ترتفع هاي الانزيمات معناها عندها الشخص هذا عنده خلل. انزيم الجي او تي الجوت دائما هذا المرض يعني عفوا هذا الاختبار من اسوي ما راح يعطيني سبيسيفيك انه هذا الشخص ايش عنده خلل بالليفر مالته، لا، انما ممكن هذا الشخص مو عنده فقط خلل بالليفر،
عند الشخص خلل وين؟ بالقلب، او عنده خلل بالكدني، لان هاي الانزيمات تكون مرتبطه باعضاء اخرى مو فقط بالليفر، مرتبطه باعضاء اخرى فقط. البايروفيك جلوتامين، بايروفيك هذا لا يكون سبيسيفيك، لان هو هذا فقط الانزيم موجود وين؟ موجود داخل الكبد. هاي هي الفحوصات اللي تدل على الدمج اللي يصير داخل الليفر. فالفحوصات اللي موجوده داخل الليفر وتدل على الدمج، هاي الفحوصات نجريها. اما اذا نريد نشوف اكو مو تلف، مو فالضرر صار بالكبد، وانما وظيفته صار اكو سوء بوظيفته، والوظيفه صار عنده ديس افكشن، صار عنده فت خلل بالوظيفه اللي يقوم بها، وظائف الكبد اللي هن الوظائف اللي ذكرتوهم بالبدايه، اللي هو يا اما يكون شنو الوظائف من يعيدهن اللي يتكلموا عنهم زملائكم، منار. يلا منار، يصير عند الشخص شنو بالوظيفة، شو يقوم، شنو هي الوظائف اللي يقوم بيها؟ يلا منار. ست وظائف. يلا منار تفضلي. ست الكبد تساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، وكذلك تساعد عملية تخثر الدم. أحسنتي. وبعد سيف، يلا سيف. إذا صار خلل بالتخثر. دكتورة، وتكوين المادة الصفراء التي تقوم بهضم الدهون. وقابل أحسنت. على التجدد. أحسنت. إذا صار عنده فت خلل تقوم بإفراز المادة الصفراء لكي تقوم بهضم الدهون. أحسنتم. إذا صار عنده خلل بالعصارات اللي تساعد بعملية الهضم، هذه السوء بالوظيفة اللي يقوم بها الكبد. دكتورة، تحميل عادل والتأمينات. أحسنت. فراح نلجأ إلى اختبارات أخرى، فما راح نقيس دني اختبار الإنزيمات نسوي له جي أو تي ولا نسوي له جي بي تي، لا راح نلجأ إلى فحوصات أخرى اللي هي من الفحوصات البيليروبين. راح نقيس البيليروبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. اللي قلنا البيليروبين هو يكون نتيجة من يصير تكسر بكريات الدم الحمراء. قلنا إن شاء الله المحاضرة الجاية راح تكون محاضرتنا عن البيليروبين، راح ناخذ البيليروبين بصورة مفصلة. قلنا هذه من تصير شو نعرف أكو فصار خلل من هذه الكميات، كمية البيليروبين من أجي أسوي التست، كمية البيليروبين راح تكون كلش عالية، فهاي من ترتفع عن المستوى الطبيعي معناه أنه هذا الشخص عنده disinfection، صاير عنده فد خلل بالوظيفة اللي يقوم بيها. أيضا البيليروبين يرتفع، الديزيز اللي راح ناخذه ويا البيليروبين شنو اسمه الديزيز؟ من عند الشخص نقص اليرقان. أحسنتي. منو؟ بنين؟ بنين إيه؟ تمام، بنين. قالت مرض اليرقان أو شو نسميه؟ مرض أبو صفار. أبو صفار. الجويدس. الجويدس هو مرض اليرقان أو أبصفار اللي دائما يصير بالأطفال، ويكون هذا المرض ممكن يأثر على الأطفال، ممكن نفقد هذا الطفل. فعادة شخص اللي عنده أبصفار شو يصير عنده؟ مرض أبصفار. أحسن. يلا أحمد. يصير لونه أصفر. أولا شحوبة الوجه وعيون ذات لون أصفر. أحسن. أحمد راح. إن بعد دكتورة يصير عنده كمية من الجفاف لحظة أغلب الأطفال. أحسنت. أحسنت أحمد. راح يصير عند الشخص شحوب، ويصير عنده بعيونه، نشوف بعيونه راح تكون هاي اللون الأبيض بعيونه راح يصير لون أصفر، فهذا هو الشخص. شو نقول عليه؟ هذا الشخص مصاب باليرقان. أحسنت. نتيجة هذا أو أيضا ممكن يكون نتيجة التهاب الهيباتيتس، مرض التهاب الكبد الفيروسي الحاد، راح ينسد مجرى قناة الصفراء. أيضا ممكن نتيجة شنو تنسد قناة الصفراء؟ يعني نلقي الكبد يعني عادي وظيفته، لكن يعني أدي وظيفته، لكن أكو خلل فتحصى موجودة بقناة الصفراء، هذه تجمع الحصى تسبب انسدادها، وبالتالي راح يصير عند الشخص فد مرض معين.
تمام، فهذا هو البيليروبين. راح ناخذه ان شاء الله المحاضره القادمه، راح ناخذ البيليروبين، وايضا ان شاء الله نسوي التست الاختبار بالمختبر. اذا نريد نشوف، تفضل حبيبتي. يعني هسه هو مرض اليرقان مو سبب انه نتيجه الاصابه بمرض التهاب الكبد اللي راح ياثر على مجرى القناه الصفراء؟ يصير عنده التهاب، هو ايضا هو من صار عنده هو مرض اليرقان مين نتج غير الشخص عنده فرد يعني هو معين نتيجة يعني اكو بالكبد خلل وظيفي، هذا الخلل الوظيفي ادى الى ظهور المرض اللي هو اليرقان، فهو خلل عنده، فهذا الخلل ناتج من شنو؟ ناتج من التهاب. هذا الخلل يا اما ناتج من التهاب عند حاد بالكبد ناتج من مرض الكبد الفيروسي الهيباتيتس، نتيجة اكو فيروس الهيباتيتس دخل للجسم واثر على الكبد. ايضا يكون سبب اليرقان نتيجة انسداد القناة الصفراء، ممكن هذه القناة من تسد بواسطة الحصى تسبب لي هذا الجزيز. تمام دكتور؟ نعم دكتورة. حتى الورم اللي يحدث ايضا هذا ممكن يسبب مرض اليرقان. هذا فحص البيليروبين اللي نسوي هذا الفحص، من نريد نشوف وظائف الليفر، نشوف الديس افكشن سوء الوظيفي للليفر. ايضا اذا نريد نشوف قابليه الكبد على قابليه على الاخراج يعني التفريغي يفرغ هذه المواد او الفضلات، ايضا اكو فد اختبارات نلجأ لها ونشوف مدى كفاءه الليفر. نلجأ الى اختبار اسمه برومو سلفوثايمين اكسكريشن اللي هو البي سي بي. هذا التيست نجري للاشخاص، نجيب هاي ماده البرومو سلفو، الماده هاي راح نحقن، هي هاي الماده تكون ما موجوده بالجسم بس احنا راح نحقنها بالشخص الشخص المصاب حتى نشوف مدى كفاءه الكفاءه الاخراجيه اللي يقوم بها الليفر. فش نستخدم هاي المادة، فهاي المادة نجيب لكم يا هاي المادة ما موجودة بجسم الشخص وإنما إحنا راح ننطيها لهذا الشخص. طبعاً من أجي أقوم بهذا الاختبار وأنطي هذه المادة إلى الشخص، طبعاً ما أجي أنطيها بشكل عشوائي للشخص، لا، إنما أكو فد نسبة من خلال هاي النسبة أجي أخلي لهذا الشخص. أخذ الوزن حتى أطي الدوز شقد جرعة من هذه المادة، فآخذ وزن الشخص شقد وزن هذا الشخص. أنا عندي معادلة كل كيلوغرام شقد راح أنطيه 5 ملغرام من هاي المادة، يعني الشخص شقد وزنه، مثل وزنه 50 أشوف أنا هذا 50 أضربه في 5 وأشوف شقد راح أنطي لهذا الشخص، أنطي هاي المادة حتى أشوف الكفاءة الإخراجية اللي راح يقوم بها الكبد. أيضا نبقى نتابع، نقوم بهذا التيست، نتابع الشخص المريض اللي اعطيته أنا هذه المادة، من خلال متابعتنا راح نشوف كفاءة هاي المادة، هي already بعد 45 دقيقة بالجسم راح تبدي هذه المادة تقل، يعني راح الكبد يقوم بوظائفه ويخرج هذه المادة. إذا الكبد ما خرج هاي المادة، بقت هاي المادة موجودة، راح نقول هذا الشخص يعاني من شنو؟ يعاني من سبب إنه أكو خلل بالطريقة الإخراجية للكبد. فمن خلال هذا التست أقدر أقيم الكفاءة الإخراجية للكبد. هسه قلنا إذا أريد الكبد نشوف فد أي دمج أي تلف أي ضرر صاير بالكبد، راح نلجأ إلى إنزيمات انقيسن إم الجي أو تي والجي بي تي، راح نلجأ إلهم انقيسن. إذا الشخص يعاني من سوء بالوظيفة راح نلجأ إلى البيليروبين، الوظيفة اللي هو البيليروبين هي هاي مادة تنتج نتيجة انحلال كريات الدم الحمراء. من انحلت كريات الدم الحمراء صارت يعني فد أجزاء
موجودة بالدم، فهذه الأجزاء لازم جهازنا المناعي لازم يصير أكو فد عملية تنظيف، فأكو خلايا هي تكون مسؤولة تنظف هذه المادة. فهاي المادة البيليروبين اللي موجودة من تتكسر بالار بي سي تجي ترتبط ويا مادة ثانية ترتبط بها، وبعدين راح تنقلها إمن حتى يتخلص الجسم منها تنقلها للكبد، والكبد بعدين يبدي يخرج هذه المادة. فهاي المادة من أتحرى عنها من أقيسها وأشوف مستواها، إذا كان مستوى عالي بالدم معناها هذا الشخص إيش بي مين يعاني؟ يعاني من أكو فد سوء بوظيفته، الوظيفة الكبد اللي يقوم بها. فنلجأ نعالج نشوف شنو العلاج، نلجأ نعالج الليفر وننطي الشخص على أساسها، راح ننطي شنو هو الدوز أو الدرج العلاج اللي راح ننطيه، شنو نوع الأنتيبايتك اللي راح أنطيه، شنو الإجراءات ممكن، شنو هي الإجراءات اللي راح أتبعها، ممكن أعطي حمية غذائية يتبعها، ممكن إذا أكو فالضرر الضرر يكون قوي راح ألجأ إلى شنو نلجأ، وهاي تكون بالحالات أو بالأورام، عادة بالأورام راح نلجأ إلى أنه نستأصل هذا الجزء المضرر من الكبد، وهو بعدين الكبد عنده ميزة على التجديد راح يعوض هذا الجزء اللي استأصلناه. أيضا إحنا قلنا عندنا فحص بالبداية، قلنا من أريد أشوف الليفر فاكشن أحتاج ثلاث فحوصات، أفكر بثلاث فحوصات اللي مينيمات والبروتينات اللي هو أهم بروتين موجود يصنع الليفر هو بروتين الألبومين، أيضا ممكن من خلاله أشوف شنو الوظائف، شنو الخلل اللي يصير داخل الكبد. يعني البروتينات من ضمنها الألبومين، وأيضا بالألبومين إذا تذكرون الألبومين ويا الجلوبولين، الجلوبولين اللي من يتكون شنو أقسامه أو عفوا شنو أنواع الجلوبولين، من قلنا البروتينات الموجودة داخل مصل الدم، داخل مصل الدم اللي هي الألبومين والجلوبولين. الجلوبولين قلنا يكون على عدة أنواع. نجاوب بس شنو اسمك؟ زهرة. يلا زهرة. خلايا ألفا وبيتا وغاما، بروتينات ألفا وبيتا وغاما. أحسنتي، بروتينات ألفا وبيتا وغاما، وعندنا الجلوبولينات اللي هي تكون مناعية، المناعية اللي هي آي جي جي والآي جي أم والآي جي والآي جي أي والآي جي دي والآي جي دي. أحسنتي، هذه الجلوبولينات المناعية دائما بالأمراض من نريد نقيس نسوي الفحوصات، وبالأحرى هسه الفحوصات اللي عن أي مرض نلجأ فحوصات، نسوي الفحوصات المصلية راح نتحرى عن هذه المستضدات اللي موجودة اللي هو نتحرى عن الآي جي جي والآي جي أم، لأن هي دائما الشخص أول ما ينصاب من يبدي يشتغل مناعته اللي بالبداية يبدي الآي جي أم، بعدين الشخص الأصابة من السر عنده أصابة ثانية راح يشتغل عنده الآي جي جي، والشخص إذا يعاني من حساسية نلجأ إلى نسوي اختبار للآي جي إي. هاي بالمناعة وبالأحياء، بالأحرى بالأحياء المجهرية تعرفون عليهم على هاي المستضدات المناعية. فهو أي خلل يصير، أي ديزيز، أي مايكروب يدخل للجسم، فهذه هي من تجي تشتغل الخلايا المناعية. فالخلايا المناعية حتى نشوف عملها ونتحرى عن شنو هذا الديزيز نسوي نلجأ إلى الاختبارات المصلية. فدائما من ناخذ المصل، المصل يكون يحتوي على هذه الأجسام المضادة اللي هي الآي جي جي والآي جي أم والإي والدي اللي موجودة بالجسم. فهذه هي الاختبارات اللي نلجأ لها اللي هو اختبار الألبومين. والبروتينات هي بصورة عامة البروتينات نلجأ لها من خلالها نقدر نتحرى عن الوظائف. أيضا عندنا أكو فد اختبارات أخرى إذا أريد نشوفها، هي ركود المادة الصفراوية. الشخص يعاني من عنده فد فشل بالمادة الصفراء، فهاي المادة شبيها ما توصل للاثنى عشري، فنلجأ إلى هذه الاختبارات نسويها. وبالعادة هاي الاختبارات تشمل، نشوف الاختبار اللي نقوم به هي الألكالين فوسفيت والنيوكليوتايد.
هذه هي النتيجة. بس هي بالأحرى إحنا نفكر بالإنزيمات وبالبيليروبين. هاي مجرد حتى تطلعون عليها تشوفون إذا شخص يعاني من ركود بالصفراوي نلجأ إلى هذا اللي هي الفوسفات القاعدية والنيوكليوتايد.